السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو محاولة لمساعدة إخواني وأصدقائي من أصحاب الشركات وقادة الشركات على أنهم يحافظوا على نمو شركاتهم وتقدمها، واللي عنده مشكلة في تقدم أو نمو شركته يحاول يكتشف وين الخلل وإيش المشكلة، وعلى أمل أنه يقدر يحلها من خلال هالكم دقيقة اللي حشاركوا فيهم فيما يلي. هذا الفيديو مبني على أنالوجي أو على تشبيه مجازي استعرضته من كاتب أمريكي اسمه دونالد ميلر. هذا الكاتب شبه البزنس وكأنه طيارة، وقال لك الطيارة الهدف تبعها إنها تنطلق من نقطة ألف إلى نقطة باء وتوصل سالمة بالركاب اللي عليها من خلال إنها تطير بالهواء وما يصيرش مآسي ومشاكل فيها ولا تفقد الفيول والبترول أو البنزين تبعها أو الوقود تبعها وهي في السماء وتوقع بالركاب لا سمح الله، وإنما تنتقل فيهم من إيه؟ تبقى. كل ما كانت المسافة أطول كل ما كان بدك طيارة أكبر أو طاقة وباور أكبر وإنرجي أو طاقة أكثر للطيارة عشان تقدم مهمة تبعك. فحدد في الأنالوجي تبعه أنه الطيارة فيها العناصر التالية، فيها عندك خزان الوقود، في عندك جسم الطيارة، وفي عندك مقدمة الطيارة المكان اللي فيه الكوكبيت أو كابينت قادة الطيارة، عندك الجناح اليمين اليسار أو الأجنحة، عندك المحرك اليسار والمحرك اليمين. هاي العناصر فيها يعني كونكشن مع البزنس تبعك من الناحية التالية. قمرة القيادة أو الكوكبيت هاي بترمز للليدرشيب تبعت الشركة، البزنس ليدرشيب. الآن في الليدرشيب بارت أو في قمرة القيادة في عدادات قدام كابتن الطائرة والمساعدين والكرو اللي معه، هاي العدادات والداشبوردز اللي قدامهم تعطيه معلومات من خلالها بيعرف كم ارتفاعه، قديش معه فيول يكفيه، وين بيقدر يهبط، شو عوامل الجو برا، شو الطاقة المضادة، ومعلومات معينة من خلالها بيقدر يعرف كيف يحافظ على مسار الطيارة. كقائد شركة انت بحاجة لداشبوردز قدامك، هاي الداشبوردز لازم تعطيك معلومات عن أداء العمل تبعك، يعني لازم تعرف شو قديش بتمشي بالتنكة، نحكيها بالسيارة قديش بتمشي، يعني قديش معك فيول يمشيك. كيف تعرفها؟ بتقسم عدد هو بتطلع على المسافة وبتطلع على الفيول اللي معه بالطيارة، بس انت في البزنس كيف تعرفها انت قديش معك فيول يكفي او شو الفيول انجن فيول ريزيرف تبعك او المخزون من الطاقة عندك؟ بتقسم عدد السيلز عندك قديش جايب مبيعات على عدد الموظفين، عفوا الارباح على عدد الموظفين، وبطلع عندك المايل بير جالون قديش الجالون بمشيك بالميل. اوكي شوي لقدام حتصير الامور اوضح. الجزء الثاني في الطياره هو البادي تبع الطياره، هذا البادي بيمثله في بزنس عندك الاوفر هيد كل التكاليف اللي بتدفعها وما في منها مردود مادي بشكل مباشر، يعني على سبيل المثال اجار المكتب، الرخص، اجهزه الكمبيوتر، جهاز الكافي أو ماكينة القهوة اللي عندك، سيارات، مكاتب، طاولات، رخص، كل هاي القصص، رواتب، هاي كلها overhead. الطيارة لما تكون الجسم تبعها كبير كبير جدا يعني بتصير بدها طاقة أكثر عشان ترتفع، وبتصير بدها فيول أكثر كمان عشان تتحرك. نفس الفكرة في البزنس، كل ما كان overhead عندك عالي كل ما كان حركة الشركة تبعتك أصعب، كل ما كانك تعمل بروفيت تعمل إشي ريماركابل أصعب بكثير. هنشوف كيف ممكن نحل الموضوع هذا وكيف ممكن نتغلب على هذا التحدي. العنصر الثالث في الأنالوجي تبعنا هو الأجنحة، جناح اليمين واليسار، الأجنحة الوينجز للطائرة، واللي بيمثلها في الماركت عندك أو في المثال تبعنا في الأنالوجي هذا هو البرودكتس في البيزنس، منتجاتك مثل جنحان الطيارة. جناح الطائرة كل ما كان كبير ولايت قوي وخفيف يعني كل ما رفع الطيارة لفوق أكثر. المثيل إلها في الأنالوجي هذا هو إنه كل ما كان المنتج تبعك عليه طلب وفي ربح إلك، إذا كل ما كان صعود شركتك أكثر. فأنت بدك تتأكد إنه المنتج تبعك on demand و profitable، عليه طلب وفي ربح، عشان هيك الجناح تبعك يكون كبير عشان تقدر تشيل الاوفر هيد اللي عندك، ولا البديل الوحيد انك تقلل الاوفر هيد.
صح؟ هذا البديل المنطقي الوحيد. طيب العنصر الرابع في هذا الانالوجي هو الفيول تانك هون، وهو الكاش فلو. الكاش فلو قديش عندك كاش يكفيك لقدام، كيف بتدير الكاش تبعك؟ لو طيارة لا سمح الله ماشي على ارتفاع 30 قدم وفجأة الكابتن بيقول بطل عنا خلص الوقود عنا، ما ضل فيول بالطيارة، شو بصير؟ بدها توقع الطيارة. وسقوط الطائرة دائما نادرا ما يكون في نجاة لأي حدا. نفس الفكرة في البزنس، إذا البزنس سوقي، إذا البزنس انكسر اتدمر، بتكون في تبعات جدا جدا صعبة على أصحاب الشركة تحديدا وعلى العاملين معهم. شوف تخيل أنت لو شركة فشلت، كم في ناس حتتأثر فيها، كم حد حيفقد وظيفته، في ناس تفقد عيلتها فيها، يعني حرفيا بيوت بتتدمر بسبب انه بزنس فشل. فمن اهم الاسباب اللي بتخلي البزنس يفشل انه ما في كاش عشان يحرك الماكينه هاي كلها. هاي من 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 اهم الاسباب. طيب في بعد عندنا عنصرين في الطائره، وبعدها بنيجي نربطهم بشكل متناسق اكثر. عندك على اليمين الانجن اليمين، وهو الماركتينج. هذول بيعطوا ثرست، بيعطوا دفع للطائره. وعلى اليسار السيلز. اذا الطائره الجسم، في عندك انجنز بتعطيه ثرست، في عندك اجنحه كبيره وخفيفه بتعطيه ارتفاع، في عندك فيول يشغل هاي الدنيا كلها، في عندك كابتن مراقب الداشبورد اللي قدامه بيعرف شو بصير. البزنس تبعك فكر فيه كانه طياره. عشان ترتفع بالبزنس تبعك بدك أجنحة كبيرة، بدك منتجات يعني فيها ربح وعليها طلب، وبدك الأوفر هيد تبعك تخليه دائما أقل ما يمكن، ودائما تفكر كيف إنك تحول الأوفر هيد لإنفستمنت. يعني كيف الفلوس اللي بتدفعها هون تخليها إنفستمنت، تخليها مش أوفر هيد، تخليها سيلز أو ماركتينج. من أكبر الأخطاء اللي بتقع فيها الشركات إنه they don't invest أو ما بيستثمروا أو ما بيشتغلوا على هذول الـ two engines، الماركتينج والسيل. بدون ماركتينج وسيل ما في ثرست وما في دفع للطائرة. بدون سيلز وماركتينج الدفع هذا ما حيعطي ليفت، ما حيعطي ارتفاع على الأجنحة. الأجنحة ما حتكبر. بدون سيلز وماركتينج فيش برودكتس تنباع. بتضلك بس أنت عايش في دوامة الأوفر هيد. واو عندي أنا شركة كبيرة وعندي تكاليف شهرية وسنوية عالية. طيب الهدف من البزنس مش انك يعني تعيش فيه كموظف كصاحب الشركة، انت وتضلك فايتنج وكل يوم في حيرة من امرك وفايت كيف تمشي اليوم وكيف تعدي الشهر وكيف تخلص هالسنة. وانما البزنس المفروض يعطيك بروسبيريتي، يعطيك ارتياح، يعطيك حرية، يقدم لك وللموظفين وللتيم اللي معك وللفريق اللي فاتح بيوت وعامل عيلة وبيشتغل معك. فهذا الهدف من البزنس، يعطيك فريدم، يعطيك حرية. فبدك تتأكد انه اشكال هاي الطائرة شغالة معك صح. طيب خلينا نطلع على اهم العناصر وكيف تهندلها في هذا المثال. اوكي العنصر الاول ليدرشيب اكيد في كثير قدام الكابتن عدادات وداشبوردز كثير وقراءات وارقام كثير، طائرة من قدام كلها داشبوردز، بس اكيد ان الكابتن مش قاعد كلهم بتطلع عليهم بنفس الاولويه او بيشتغل عليهم بنفس الزخم. في عنده كم باراميتر او كم عنصر من الاساسيات اللي بهمهم، والاشياء الاخرى اذا صار في مستيك، اذا صار في شيء خطر بينبهن. بنفس الصوره في البزنس، البزنس بدك تعرف قديش عندك دائما في كاش فلو، قديش عندك كاش ريزيرف، قديش بتكفيك كم شهر في حال لو ما بعت ولا شيء، قديش عندك كاش فلو والكاش فلو كيف بتدفق عندك. الحاجة الثانية بدك تعرف الماركتينج قديش بيجيب لك ليد، قديش بيدخل عندك بروسبكت. في للأسف كثير من الشركات بتعيش شهور محدش يعني بنعدوا على الإيد الناس اللي الدم الجديد اللي بيدخل عليهم كبزنس ككستمرز أو ككلاينت. ما في من عندهم استراتيجية معينة أو طريقة معينة من خلالها يجمعوا ناس مهتمين في منتجاتهم.
يبنوا يوصلوا لناس مهتمين في منتجاتهم ما في. فبتلاقي حياتهم دائما صعبه، الشغل تبعهم ستريس، كل شهر بيعدي صاحب الشركه او المدير ما بيعرف كيف عدى، لانه ما في استراتيجيه عنده كيف دائما يجدد اللاين بيز. فبدك تعرف كليدر جالس هون في الكوكبيت كم الماركتنج بيدخل لك ناس بروسبكتس ليدز، ناس محتملين انهم يكونوا كاستمرز عندك. وبدك تعرف السيلز عندك كم من هذول الناس اللي بيحول لهم للماركتنج بيوديهم للسيلز، كم منهم بتحولوا، كم منهم بيصيروا كاستمرز وبيجوا بيغذوا لك الكاش فلو، الكاش ريزيرف تبعك، بيغذوا الدوره التدفق النقدي عندك. بدك تعرف هذا الحكي. وبدك تراجع حالك في موضوع منتجاتك. احيانا رائد الاعمال وصاحب الشركه بقع في حب منتجه، شيء جيد جدا طبعا انه الواحد يعمل شغله ويحبها، وهذا اصلا البديهي المتوقع انه الواحد بيعمل حاجه وبيحبها، بس ما تحبها لدرجه انك تبطل تشوف هل المنتج اللي انت بتبيعه او الخدمه اللي انت بتبيعها عليها طلب وفيها ربح ولا لا؟ فيها ربح كفايه شغل البادي تبعك هذا اللي انت بانيه ولا لا؟ لانه بدك بناء على هالحكي تطول وتقصر في البادي. يعني المثال الشعبي المعروف اللي بيقول لك على قد لحافك مد جريك، صحيح ما جاش من فراغ، في البداية فعليا بدك تمد لحافك على قد جريك وبعدين تصير تكبر لحافك هو دول. فالبرودكتس اللي عندك إذا ما عليها طلب أو الطلب اللي عليها محدود والبروفيت اللي فيها كمان قليل، بدك تغير، بدك تشوف حل، بدك ممكن تغير البرودكتس أو تقلل الأوفرهيد، تصغر من حجم جسم الطيارة عشان الجناح القصير اللي معك يحمله. يعني البوينج، طائرات البوينج الكبيرة، أنا مش خبير بأرقام الطائرات، بس يعني طائرات البوينج الكبيرة جناحها كبر والطائرات الصغيرة جناحها صغار. مش معنى ليش؟ لأنه حسب البادي. نفس الفكرة هون بدك تقيس الموضوع هذا. طيب بخصوص السيلز، بس احنا حكينا شوي عن الماركتينج، انه هون الهدف منه دائما تخلي فيه فريش بلد بدخل عندك على البزنس على الشركة، ناس بتسأل على السوشيال ميديا. الآن على فكرة صار الموضوع أسهل من الأول بكثير، يعني على السوشيال ميديا في ديسكشنز بتروح، كومنتس، الناس بتبعت لك مسجز، تدخل عندك على الموقع الإلكتروني بتطلب خدمة، تطلب عرض سعر، تطلب ميتينج، تطلب ديمو للإشي اللي بتبيعه. أسهل بكثير من زمان الاستخبارات. فالموضوع من ناحية تقنية سهل، تسمع الناس وتعرف الناس شو عندك، بدك تعرف انه عندك اشي عليه طلب ولا لا، واشي فيه ربح لما تبيعه ولا لا. على الجهة الاخرى السيلز، السيلز هل في عندك بلان بيمشي عليها السيلز تيم عندك بشكل واضح، معروف شو يعملوا، شو يحكوا لكل اوردر بيجيهم، لكل شخص بدخل عندهم معروف شو بيحكوا له؟ ولا انت خلص البلان تبعك السيلز انه والله وظف موظف مبيعات وخلوا يدبر حاله؟ شو الادوات اللي بتعطيها للسيلز تيم عندك؟ في عندك ادوات اساسية لازم تعطيها من ناحية تكنولوجي ومن ناحية استراتيجي. يعني على سبيل المثال السيلز تيم عندك تعطيه CRM يخليه يتبع مع الليدز ويذكره بالليدز ويسهل عليه التواصل معهم، ولا معقد حياته وبتعطيه اكسل شيت وبدور معهم مانيولي ويتذكر هذا شو حكى معه وهذا نسي وهذا ما نسي؟ يعني هل انت معطيه أداة يقدر يبيع من خلالها ولا لا؟ هل معطيه موارد يساعده على البيع؟ يعني مثلا هل عامل له برزنتيشن واضح ولطيف عن البرودكتس اللي بدك اياه يبيعها بحيث انه يقدر يشاركها للكلاينتس؟ هل بتقدم له تريننج بشكل مستمر؟ هل بتفحص معرفته بشكل مستمر؟ هل بيكون في اكاونتابيليتي ميتنج اذا بدك تشيك معه على المجر، على الميجرمنتس او على الكي بي ايز الاساسيه اللي بدك اياها منه؟ هل حكي له مثلا انت عندك الكي بي ايز 1 2 3 4؟ هل بتعطيه فيدباك وريفيو على شغله عشان يضله في تطور مستمر، ولا بس تعال انت بيع واذا ما باعش بعد 4-5 أشهر بتقول له مع السلامه؟ للاسف كثير من الشركات هاي خطتهم في المبيعات، بجيب موظف مبيعات بقول له احنا بنبيع 1 2 3 10، هاي باور بوينت عمره 5 سنين، اقرا عن البرودكت، وهاي قائمه بالعملاء السابقين، وهاي ليست بابصر من وين جايبينها، يلا روح بيع. وبتركه بعد 4 شهور بقول له وين البيع؟ بعد 2 شهر بفهم شو. للأسف كثير من الشركات هي في خطة المبيعات عندهم، بينما مش هيك الصح.
والكاش فلو في امر مهم جدا فيه كمان هون، كيف بتدير انت مخزونك الاحتياطي من النقد وكيف بتوزعه. التوزيع اللي انا بحبها وبعملها هي ما يلي. دائما في 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 اربع حسابات بنكيه اذا بدك، اوكي، من خلالها انت بتقدر يعني توزع الكاش ريزيرف اللي بيجي عندك على الشركه. الحساب الاول هو الاوبريشنال اكاونت، هذا الحساب التشغيلي اللي بدخل عليه كل شيء على الشركه وبندفع منه اي شيء برا الشركه، سواء كان رواتب، اجارات، اي شيء بندفع منه الاوبريشنال اكاونت. الحساب الثاني هو التاكس اكاونت، هذا حساب على جنب، اي مبلغ بدخل على الاوبريشنال اكاونت. عندنا بالامارات مثلا التاكس 5%، فاذا المبلغ هذا اللي دخل علينا عليه تاكس ايميديتلي 5% منه بتروح هون، عشان لما يجي موعد الاقرار الضريبي فلوس الجفرمنت وتدفعها مباشره. والثالث الحل، الحساب الثالث هو البروفيت اكاونت. الان البروفيت اكاونت شو الفكره هون فيها؟ الحساب الربح، انت شركه لازم تربح، لازم شركتك تربح، ما بصير شركتك ما تربح. في شركات بتدخل عليها يعني فيها ريفينيو كثير عالي، بدخل عليها سيلز مبالغ كويسه بس ما بيربحوا لانهم مش عارفين يربحوا. عشان تربح تعامل مع حساب الربح وكانه موظف عندك باخذ هاي بيت سالري، اوكي، واي مبلغ بدخل في نسبه معينه منه بدها تروح مباشره على البروفيت اكاونت. ممكن بالبدايه تبلش ب 5% 10% 20% حسب وضعك المالي الان شو. اي مبلغ بدخل مباشره شيل منه بيرسنتج وحطها في هذا البروفيت اكاونت ونساهم، هذا ما كيش فيها، هاي بروفيت، اوكي. والحساب الرابع هو التشيكينج اكاونت، البيرسونال تشيكينج اكاونت، اللي هو حسابك انت كصاحب عمل. ما لازم تتعامل مع شركتك على انها دكانه شو ما احتاجت بتشيل منها، وانما انت موظف لك راتب بدك تعيش منه، وحتى راتبك لازم تعمل له يعني سيفنج اكاونت، وتعمل له انفستمنت اكاونت، وتعمل برضه اكسبنسز اكاونت. بس هذا شيء شخصي، يعني كل واحد له طريقه كيف يدير فلوسه فيها الشخصيه، بس كبزنس هاي الطريقه اللي من خلالها تقدر تحمي الكاش. الكاش بده حمايه عن جد، لانه الكاش جد اللي بقول لك الكاش زي السبيرتو، بس تحطه بايدك بيطير جد صحيح. اذا ما في عندك بلان تحمي الكاش تبعك فيها، حتلاقي حالك دائما دائما هالخزان فاضي او على وشك يفضى. دائما في عندك هبوط اضطراري، وفي عندك بدنا نرمي شويه من الحموله، وبدنا نروح هذا، وبدنا نلغي الاشتراك مع هذا، على طول حيظل عندك هذا الحكي اذا ما في عندك بلان تو مانج يور كاش فيها، اوكي. بنهايه الفيديو انا اول شيء اعتذر على الاطاله، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. بنهايه الفيديو بدي ادعوكم انكم تشتركوا معي في فيديو برزنتيشن بشرح فيه عن حل لمشكله كبيره بتواجه الشركات، واللي هي السيلز والماركتينج. هذول التو بارتس. احنا دائما في فام، في شركه فام، نشير الى هذا الامر او نشير الى هذول الامرين اللي هم السيلز والماركتينج باسم اخر بجمعهم الاثنين سوا، بنحب نسميه كاب، كاستمر اكوزيشن بروسيس، رحله استقطاب العميل. ورحله استقطاب العميل هو مصطلح بنطلقه على كل التجربه اللي بيمر فيها عميلك المحتمل من لحظه ما يصحى من النوم وبعده مش سامع عنها للحظه ما يصير كلاينت هو بيدفع لك. شو لازم يصير بين هاي المرحله، من لحظه انه انا بروسبكتنج وابحث وادور وين الاقي الجمهور اللي بدي اياه، وين الناس الجمهور المستهدف تبعي، لحد ما انه صار كاستمر. شو لازم يصير بهالمرحله هي كامل، سواء كان اونلاين او اوفلاين، شو لازم يصير على السوشيال ميديا، شو لازم يصير جوا الايميل، شو لازم احكي له لما بصير في تليفون بينه وبينه، شو لازم ينكتب بالبروبوزل اللي بروح له، شو لازم يشوف في الاعلان، شو لازم يشوف في الفيديو. كل هاي الرحله بنسميها كاب، كاستمر اكوزيشن بروسيس. وعاملين فيديو تفصيلي عن هاي الرحلة، من خلاله بتقدر تكتشف المراحل اللي بمر فيها العميل، وبتقدر تشوف كمان الحل اللي احنا بنقدمه لبناء هاي المراحل العملية اللي هي الكاستمر اكوزيشن بروسيس. والتسجيل طبعا لهذا الفيديو مجاني، بتقدر تلاقي الرابط تحت هذا الفيديو، بتقدر تسجل بياناتك وتشوف الفيديو برزنتيشن في اي وقت بتحب. مجرد ما سجلت راح يتم ارسال الفيديو برزنتيشن على ايميلك، بتقدر تشوفه انت وشركائك او اصدقائك او زملائك في العمل. واملنا من هذا الفيديو برزنتيشن انكم تحبوا تستفيدوا منه، واذا عجبكم الابروتش تبعنا والطريقه اللي بنشتغل فيها ممكن تتواصلوا معنا حتى ننفذ لكم هاي العمليه. احنا جزء اساسي من عملنا هو بناء هذه الاجنحه، عفوا هذه المحركات، السيلز والماركتينج للشركات. بنينا هاي المحركات لشركات كثير،
والحمد لله النجاح كان حليفنا في كل هاي المحاولات، ومتحمسين انه نبني لشركتك انت ايضا. ولكن بالبدايه بدك تتعرف على هاي البروسيس بنفسك، سجل بياناتك من خلال النقر على الرابط تحت الفيديو، وشوف الفيديو برزنتيشن وقدر نساعدك. الى اللقاء.